قلب المعرة وامسح خدها الثربة، واستوحي من طوق الدنيا بما وهب. قالها الجواهري في رثاء من ملأ الدنيا بحكمته وخياله ولزومياته، ليرتبط اسمه بالمعرة التي فاقها شهرة واستندت على إرثه وحكاياته. أمام المركز الثقافي الذي أعيد تأهيله وافتتاحه أواسط العام 2014 والذي حمل اسم أبي العلاء المعري، تقابلك قنطرة ترتكز على عمودين من الحجر، تليها باحة مكشوفة متصلة بإيوان مفتوح ضم قبر رفاة شاعرنا، وتستقبلك عبارته الأشهر: هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. المركز الذي شهد تقلبات كثيرة، من دار للثقافة في العام 1944 إلى مركز ثقافي وباقتراح من الدكتور طه حسين في العام 1960، ليضم في خزائنه الخشبية آلاف الكتب والمجلات الأدبية والعلمية، ليسحب البساط من تحته في العام 2008 مع تأسيس المركز الثقافي الجديد في المدينة، لتستند على جدران دار أبي العلاء عربات الخضار ويسكنها الإهمال والأعشاب الضارة. وكأن لسان حاله يقول: وللكآبة ألوان وأفجعها أن تبصر الفيلسوف الحر مكتئبا. تعرضت دار أبي العلاء للقصف خلال الثورة السورية لثلاث مرات، قبل أن يعيد بعض أهالي المدينة للشيخ هيبته وللدار مكانها ومكانتها. آلاف الكتب التي نجت من السرقة بعد أن حول جنود الأسد المركز الثقافي إلى ثكنة عسكرية، عادت لتصطف على الرفوف الخشبية بين أيدي القراء والباحثين، في الوقت الذي عاد لأبي العلاء زواره وطقوسه من ندوات ومحاضرات وأمسيات. في كتب قديمة جدا، وأغلب الكتب موجودة فيه هي أدب وتاريخ وكتب أبي العلاء المعري طبعا، وفي علوم أخرى. طبعا احنا المركز لل 2014 تقريبا كان شفته، كان في هون يعني الجيش الأسدي موجود، يعني وكان كثير المركز أكل يعني قذائف وصواريخ بعد فترة كمان، ويعني لحد ما تحررت المعرة. طبعا احنا انا وكم شاب متطوعين طبعا بمركز ثقافي، وحاولنا نجيب الكتب. طبعا في عندنا مركز ثقافي كمان جديد، حاولنا نجيب الكتب كلها ونجمعها بقلب هذا المركز القديم. طبعا يعني هلا بعد 6 سنين حتى بلشنا نشوف اثر هذا العمل اللي قمنا فيه، عم نحاول نفرز الكتب بطريقه يعني مكتباتية، انه يكون عندنا كل خزانه في الى قسم معين، ورح نصدم فيما بعد إن شاء الله خلال الشهر القادم على برنامج الأكسس. في حال إجانا أي شخص يقرأ كتاب أو يستعير كتاب، ففورا رح نجرب ما يطلبوا عنا على الأكسس، أنا بطلع له كتاب موجود بأي خزانة بأي رف، وإن شاء الله رح يكون الإعارة كتير سهلة.